التحية تتجدد واللقاء دائما يتجدد. شوط تلو الآخر، شوط ينطلق وشوط ينتهي بالإثارة والمنافسة. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالأشواط الماضية. أشواطنا مستمرة، تحدياتنا دائما متجددة. هنا مشاهدينا الكرام من رحلة الأربعة كيلومترات، سن الإقذاع وسن الإمتاع. شوطنا الثاني والخاص بالإبكار المهجنات الأصايل. على البركة نسير، ننطلق مع البداية هلولة، ننطلق مع المركز الأول. تتقدم رعود، مرحبا برعود، مرحبا بهذا الشعار. خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي ينطلق مع رعود، ولكن الوصول في هذه اللحظات. التقدم من الظبي، حربي بن سليم بن حربي العامري ينطلق على ثاني المراكز. على البداية غير ثاني المراكز، نتابع الوصول من الظن. سالم بن عبيد بن طماش المنصوري ينطلق على ثالث المراكز. رابعا نتابع الوصول، الحضور من الشرطة. مسلم بن سعيد بن محسن المنهالي ينطلق على رابع المراكز. خامسا نتابع القدوم، نتابع الوصول. شاهد الحركة بهذا الإبداع مع مشغلة. سهيل بن متعب بن سهيل العامري ينطلق هنا مشاهدين الكرام على خامس المراكز. سادسا نتابع الوصول في هذه اللحظات. التقدم من الغدرة، احمد بن غانم بن علي احمد بن غانم بن علي المنصور ينطلق هنا مشاهدينا الكرام بو منصور على سادس المراكز. تابع الاسماء الخطيره، تابع الاسماء المثيره، الاسماء الرنانه بالفعل التي لم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظات. ولكن نعود مع البدايه هلولة، نعود مع المركز الاول، نعود مع البدايه هلولة. ننطلق مع شعارك يا ابو عبيد. سالم بن عبيد بن طماش المنصوري ينطلق مع الظن، ينطلق مع الظن. هنا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، الظن مع البداية. سالم بن عبيد بن طماش المنصوري من المحاربين القدامى بعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، ولكن من القادم. هذه هي الشرطة تتقدم بشعارها الكبير، تتقدم هنا بهذا الانطلاق. مسلم بن سعيد بن محسن المنهالي ينطلق على ثاني المراكز، ينطلق بهذا الإبداع. تابع رعود ثالثا، تابع الوصول من رعود القادمة بكل قوة المنطلقة. هنا مشاهدين الكرام خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي كما حضرت بالأسابيع الماضية. هنا مشاهدين الكرام تكرر الإنجاز، ولا تكرر الإنجاز على ثالث المراكز. تابع الأسماء القادمة، تابع الشعارات الحاضرة. يتقدم هنا مشاهدين الكرام مع الظبي حربي بن سليم بن حربي العامري ينطلق على رابع المراكز. خامسا بن هواش وشعاره يتقدم للشواهين، ينطلق بهذا الإبداع الحاضر. هنا مشاهدين الكرام مع شواهين محمد بن مطر بن ثعيلب بن هواش الأخيين ينطلق على رابع المراكز. تابع الأسماء القادمة، تابع الشعارات الحاضرة التي لم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظات. الله، من القادم، من الواصل، من الحاضر، قادم شعاع مرحبا بك يا راعم صيحة. يتقدم محمد بن سويد بن قشمان المنصوري ينطلق بهذا الإبداع، يسير بهذا الانطلاق. ولكن من الواصل الحاضر علاج علي بن ناصر بن سعيد العويسي، قادم مع علاج، حاضر مع علاج.
أهالي السلطنة بالتحديد، ولكن رحبوا هنا مشاهدينا الكرام بنقلة، رحبوا بنقلة سيف بن خليفة بن عبيد الخيلية بذكريات هذا الشعار، بتاريخ هذا الشعار. نعود مع البداية الأولى، نعود مع المركز الأول، نعود مع البداية هنا والصدارة والمركز الأول. تتقدم هنا مشاهدينا الكرام الظن، تنطلق الظن، تسير الظن، سالم بن عبيد بن طماش المنصوري ينطلق على البداية على المقدمة على المركز الأول. تابع هنا مشاهدينا الكرام الإثارة، تابع القوة، تابع هنا مشاهدينا الكرام الأسماء القوية المنطلقة بإبداعها المسير هنا مشاهدينا الكرام، التي سارت الظن مع البداية الأولى. والعصافة الأبطان، والعصافة الأبطان غادم بن هواش، غادم بن هواش مع شواهين، مع شواهين محمد بن مطر بن ثعلب بن هواش الخيلي، قادم بكل قوة، قادم بكل قوة، ولكن ولكن دائما الأبطال عودة، دائما الأقوياء عودة، وعودة المياه إلى مجاريها بالفعل. يا بن طماش، يا بن طماش، حذاري حذاري من شواهين، حذاري من شواهين. ولعت 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 معركة الإقذاع، معركة الإقذاع، شواهين ولا الظن، الظن ولا شواهين، شواهين ولا الظن. الله، الناموس وين، الناموس وين، الناموس حائر وطائر ما بين هذه الشعارات، ما بين هذه الشعارات. معركة الإقذاع، معركة الإقذاع، وسن الإمتاع بالفعل. الظن ولا شواهين، حرك يا بن طماش. ولكن ولكن محمد بن مطر بن ثعلب بن هواش الخيلي ينتزع الناموس بآخر الأمتار. سلامي عليك يا بن هواش، تسلم يمينك على الإبداع. ثاني المراكز، تتقدم الظن بهذا الإبداع، سالم بن عبيد بن طماش المنصوري. ثالث المراكز الحاضرة هنا مشاهدينا الكرام، علاج علي بن ناصر بن سعيد العويسي. رابع المراكز اللي حامل رقم 5، نعم بالفعل، شعاع محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. التوقيت الزمني المصاحب والمرافق لهذه الانطلاقة 6 دقائق 52 ثانية بالوفاء والتمامية والكمال.